أتمنى الصوت يكون واضح. طيب، طبعا رحب بالجميع في دورة الحماية من الأشعة في اليوم الثاني، وإن شاء الله أنا خالد الزمامي سيكون معكم إن شاء الله في الساعتين القادمة. الموضوع الأول بيكون إن شاء الله اللي هو عن الـ Radiation Quantities and Units. طبعا حسب يعني ما أبلغوني الزملاء في مقدمة الدورة أن تكون التقديم باللغة العربية والشرائح تكون باللغة الإنجليزية، وأي استفسار إن شاء الله يكون في نهاية المحاضرة، راح نترك وقت كافي إن شاء الله استفسارات بإذن الله. طبعا المحاضرة هذه جدا مهمة، تأتي أهميتها طبعا دائما يعني أشبه المثال بمثال سرعة السيارة. لما نقول والله السيارة تمشي بسرعة مثلا 100 ولا أذكر الوحدة، يعني الكوانتيتي هنا هي السرعة، الكمية هي السرعة والوحدة لم تذكر، فالوحدة هنا ما تعكس للخطورة كم السرعة. يعني لو قلت أنا مثلا أمشي 100 مثلا ميل لكل ساعة تختلف عن 100 كيلومتر لكل ساعة، الفرق بينهم طبعا 1 ميل واحد يساوي 1.6 فتعادل 160 كيلومتر للساعة، فلاحظنا كيف الوحدة عكست لخطورة السرعة. في نفس الشيء في الراديشن مهم جدا الوحدات، الوحدات جدا جدا مهمة تعكس لي خطورة الأشياء اللي أنا أتعامل معها من ناحية الكميات الإشعاعية، فأنا بدون وحدات لا أستطيع أني يعني أقدر حجم الضرر والخطر من الكميات الإشعاعية. راح إن شاء الله يعني نمر على يعني كل معظم الكميات الإشعاعية التي يعني نحتاجها في تأسيس مسؤولي الحماية من الأشعة. طبعا ايضا من اهميه الكميات والوحدات ان الراديشن كما نعلم ما نستطيع يعني الشعور به والاحساس به، ف لابد يعني نعرف الكميات التي تصف هذه يعني كميه الاشعاع حتى نستطيع يعني اتخاذ الاجراءات المناسبه للسلامه منه. فالراديشن كانت بي يعني تيستد، كانت بي سميلد، كانت بي سين، فلابد احنا نعرف الكميات المناسبه لل لاتخاذ إجراءات اللازمة من الحماية من الأشعة. طبعاً الجرعات الإشعاعية هي تنقسم بشكل عام إلى قسمين أساسيين، اللي هي التعرض الخارجي، وهذا طبعاً هناك يعني مع مقاييس لقياس التعرض الخارجي مثل اللي هو TLD أو الفيلم أو OCL، وأيضاً هناك جرعات داخلية يمكن تقدير كميات التعرض للإشعاع الداخلي عن طريق عينات بيولوجية من جسم الإنسان، بحيث يعني مثلا على سبيل المثال عينة من جسم الإنسان سواء من يعني على سبيل المثال من الثايرويد، أيضا نستطيع تقدير كميات الإشعاع الداخلية في الجسم. طبعا أكيد أخذتم اللي هو أنواع الأساسية من الإشعاعات اللي هي طبعا ألفا وبيتا وجاما اند اكس راي ترونز. طبعا الالفا من خصائصها انها يعني تسير في الهواء يعني سنتيمترات بعد ذلك تمتص في الهواء لكنها جسيم يعني ثقيل، بينما البيتا يسير يعني عده امتار قبل ان يمتص في الهواء، او يمكن امتصاصه بمواد منخفضه العدد الذري مثل البلاستيك او البيرسبكس. بالنسبه للجاما ريز والاكس راي عندها قدره على الاختراق المسافات طويلة، فنحتاج إلى مواد من لها العدد الذري كبير مثل الرصاص أو التنغستن، بينما النيترونز غالباً إذا كنا نتعامل مع فاس نيترونز النيترونات السريعة فيفضل أن يكون يعني هناك وسط غني بذرات الهيدروجين لامتصاص النيترونات السريعة وتحويلها إلى نيترونات حرارية، وبالتالي يمكن أيضاً امتصاصها بمواد مناسبة. طبعا معادلة هذه مهمة جدا، نحاول نتعرف على الكميات الإشعاعية التي فيها اللي هي معادلة التحلل الإشعاعي. طبعا وجد أن عدد النويدات المشعة مع الزمن يتغير تفاضليا مع عدد بنسبة طردية مع عدد نويدات الإشعاع الأصلية. ثابت التناسب هو عبارة عن لمدة، وإشارة الناقص تعني أنه مع الزمن يتناقص عدد النويدات المشعة. فهذه المعادلة التفاضلية إذا تم يعني تكاملها رياضياً
تعطينا اللي هي المعادلة أن عدد النويدات المشعة عند زمن T عند أي زمن تساوي عدد النويدات المشعة الأصلية مضروبة في الإكسبونشنال ناقص لمدة اللي هو ثابت التحلل في عند زمن معين اللي هو T. بعد ذلك عندنا كمية إشعاعية أيضا مهمة جدا في دراسة أي نشاطية إشعاعية اللي هو العمر النصفي. العمر النصفي باختصار هو العمر الذي يعني يحتاجه المادة المشعة لكي تتحلل إلى 50% من أصل نشاطيتها الإشعاعية. وطبعا بالتعويض في هذه المعادلة إذا كان الزمن عندنا هو العمر النصفي فتصبح هنا الـ MT هي عبارة عن N نوت على 2 ويصبح هنا بدل الـ T في جنب اللمدة اللي هو الـ T half اللي هو زي عمر النصف فالـ N نوت تروح مع الـ N نوت بعد ذلك تخلص من الإكسبنشن بالـ N وبالرياضية نصل إلى أن العمر النصفي يساوي اللي هو لين 2 لين 2 بالآلة يعتبر 0.693 تقسيم ثابت التحلل. ثابت التحلل هو ثابت لكل مادة أو لكل يعني عنصر مشع لا يتغير هو مثل البصمة يؤخذ من يعني من كتب أو من البيانات النووية المعروفة. طبعا ناخذ هنا أمثلة على نلاحظ هناك تباين كبير في العمر النصفي في بين يعني العناصر المشعة هناك يعني عناصر بالسنوات بل حتى بآلاف السنوات مثل السيزيوم 137 بينما هناك يعني بعض العناصر التي لها العمر النصفي ربما دقائق بل حتى هناك عناصر مشعة لها العمر النصفي ثواني. فهذا المقصود بالعمر النصفي المقصود فيه هو أن خلال مثلاً على سبيل المثال نأخذ الأيودين 131 لو كان عندي مثلاً نشاطية إشعاعية مثلاً 100 بكرل بعد 8 أيام تقريباً يصبح النشاطية الإشعاعية إذا كانت النشاطية الإشعاعية الأصلية 100 بكرل تصبح أربعة بعد يعني 8 أيام تصبح 50 بكرل وهكذا. طبعاً وحدة العمر النصفي زي ما قلنا هي وحدات الزمن يعني سواء سنوات سواء دقائق سواء أيام أو ساعات بحسب طبيعة هذا العنصر إذا كان عمره النصفي طويل. طبعا حتى التطبيقات العمر النصفي يهم جدا التطبيق المستخدم. فأنا مثلا في العناصر المشعة اللي استخدمها في المعايرة يفضل أن تكون العمر النصفي فيها سنوات حتى أستطيع أن أستخدمها لوقت طويل وأيضا حتى لا تتغير نشاطيتها الإشعاعية بسرعة ولا يكون عندي هناك تذبذب في النشاطية الإشعاعية تؤثر على الكالبريشن. فدائما يعني أسمي مثال السيزيوم والكوبالت 60 من العناصر التي يوصى باستخدامها كعناصر معايرة في تجارب مثلا أشعة الجاما أو الكواشف أشعة جاما. نأخذ هنا مثال سريع على يعني كيفية استخدام هذا المعادلة. يعني نتخيل عندنا راديو أكتيف يعني عنصر مشع عنده العمر النصفي 3 سنوات كانت النشاطية الإشعاعية الابتدائية هي عبارة عن 100 ميجا بكرل. كم النشاطية الإشعاعية المتبقية بعد 700 يوم؟ فهنا طبعا الحل عندنا أول شيء عندنا العمر النصفي هنا نحوله إلى لابد إحنا نوحد الوحدات. إذا كنا سنتعامل مع الزمن بالأيام فلابد إحنا نحول العمر النصفي إلى أيام. إذا كان مثلا نتعامل مع ساعات فالمهم إن الوحدات تكون متجانسة ما يصلح أستخدم يوم مع ساعة أو أستخدم ساعة مع يوم لابد تكون الوحدات الزمنية متجانسة. فأول شيء نوجد العمر النصفي حتى نوجد اللمدة بعدها نستطيع تطبيق قانون النشاطية الإشعاعية. الآن عندي أصبحت لمدة معلومة وعندي الـ A نوت معلومة اللي هي نعتبرها الأوريجينال أكتيفيتي أو النشاطية اللي كانت 100 ميجا بكرل ومطلوب عندي كم النشاطية اللي هو بعد الزمن 700 يوم. فالآن نطبق هذه بالعلاقة مباشر نعوض بس في الأرقام. عندي المية هي الـ A نوت وعندي اللمدة أوجدناها من الخطوة الأولى وعندي الزمن اللي هو ذكره في السؤال 700 يوم فأصبح عندي بعد ما حلها بالآلة أصبحت النشاطية الإشعاعية 64 ومن مما يدل أن الجواب تقريبا عندي صحيح أني لاحظ أن النشاطية المتبقية تكون أقل من النشاطية الأصلية من معقولة أن الجواب هنا يكون مثلا أكثر من 100 لأنه مع الزمن لابد ينقص.
أيضا نأخذ مثال آخر، لو كان عندنا مثلا يعني Iodine-131 بعد 3 أيام، إذا كانت النشاطية الأصلية اللي هي الإينوت كانت 1.3 ميجا بكرل، والعمر النصفي طبعا معروف 8.04 يوم، فكم من النشاطية المتبقية؟ طبعا في السؤال بس على الشات كان لو يسأل هذا، نعم هذا ثابت ذكرناه في المعادلة اللي قبل قليل، هذا ثابت اللي هو عبارة إما نقول لن 2 بالآلة أو أن نحفظ 0.693. وعادة المعادلات تكون دائما متوفرة في كتب المراجع، لكن أهم شيء الواحد يعني كيف يتعامل مع هذا النقطة الأساسية. فهنا نفس الفكرة، أول شيء راح نجيب اللي هو اللمدة عن طريق العمر النصفي اللي هو لن 2 هو هذا نفسه، سواء أقول لن 2 أو أقول 0.693 هي نفس الشيء. تقسيم لمدة، أنا أبغى أجيب لمدة وسطين في طرفين، تطلع عندي لمدة عبارة عن 0.693 تقسيم عمر النصفي. طبعا هنا بيطلع يوم لكل يوم، ليش لكل يوم؟ لأن استخدمت العمر النصفي بالأيام. طبعا هنا الآن أطبق العلاقة، أعطاني هو الأكتيفيتي الأصلية اللي هو 1.3 ذكرها في السؤال ميجا بكرل، وأصبح عندي اللمدة جاهز، وأصبح هو طلب كم الأكتيفيتي بعد 3 أيام. أهم شيء أن الوحدات تكون متجانسة، ما دمت هنا بستخدم يوم لابد يكون وحدة اللمدة لكل يوم، وإذا كنت بستخدم ساعة لابد يكون وحدة اللمدة لكل ساعة. فمرات نضطر نحول وحدات الزمن عشان تكون متجانسة. بعدها إذا طبقت بالآلة بيطلع عندي الأكتيفيتي المتبقية 1 ميجا بكرل، وواحد ميجا بكرل هي أقل من الإينوت، فهذا يعني يعطيني اطمئنان الجواب إن شاء الله صحيح. طيب بتعدى السؤال هذا، عندكم حل عشان بس الوقت، لأن عندنا كميات إشعاعية كثيرة. أيضا من الكميات اللي هو يعني أو العلاقات اللي جيد الاطلاع عليها اللي هو كيف نحسب كم عمر نصفي نحتاج. أحيانا يعني مثلا أنا عندي مادة مشعة وأبغى والله أقول يعني يصير لها ديكي أو تحلل بنسبة 70%، كم محتاج من عمر نصفي؟ فممكن تطبيق العلاقة هذه، أول شيء تقسيم الأكتيفيتي التي يعني نرغب الوصول لها على الأكتيفيتي الأصلية يساوي 1/2 إن أس إن، الإن هذه هو نمبر أوف هاف لايفز. فإذا كان مثلا طلع لي 2 هذه عفوا الإن طلعت لي مثلا 4 هاف لايفز، فإذا كان مثلا حالة المثال السابق الأيدين 131 له 8 أيام، فأنا محتاج 4 هاف لايف، يعني أضرب 4 × 8 ب32 يوم، فنحتاج 32 يوم مثلا لتصل نشاطية إشعاعية إلى نسبة معينة يعني حسب حسابي. نأخذ عليها مثال، يعني كم محتاج من هاف لايف حتى تصل الأكتيفيتي إلى 1%، النشاطية إلى 1%. فهنا الـ A على الـ A نوت يعتبر 1/100، هذا المقصود فيها. فأنا كده وصلت 1% خلاص تحلل، فطبق الـ 1/2 أس N، فأنا أبحث عن N هي مجهولة عندي، يعني أطبق في رياضيات اللن للجميع الطرفين حتى تنزل N على السطر بدل ما تكون أس. بعدها تطلع لي الـ N عبارة عن لن ثابت هذا اللي 0.01 ناقص لن 1 تقسيم ناقص لن 2 طلع هاف لايفز. فأنا معناته بغض النظر عن وش هي المادة المشعة، لو في هذا المثال في هذا السيناريو عشان أصل 1% نشاطية إشعاعية من العنصر المشع الذي لدي أحتاج 0.6 هاف لايفز. إذا كان هاف لايفز مثلا معطلك بالأيام ولا بالساعات فتضرب في هذا يطلع لك الزمن اللي تحتاج. أيضا من اللايف، إحنا لما تدخل المواد المشعة داخل الجسم نصبح التعامل ليس فقط مع العمر النصفي الفيزيائي، ولكن نتعامل أيضا مع العمر النصفي البيولوجي، فيطلع عندنا حاجة تسمى عمر النصف الفعال اللي هو TFL. فالعلاقة هنا هو عبارة عن ضرب حاصل ضرب العمر النصفي الفيزيائي ضرب العمر النصفي البيولوجي تقسيم مجموعهما، هذه العلاقة. فهذه طبعا يعني مهمة في العلاقة هذه في حالة اللي هو العناصر المشعة التي تدخل داخل جسم الإنسان للتعامل في يعني معها وفق هذه العلاقة.
طبعا العمر النصف الفيزيائي معروف، لكن العمر النصف البيولوجي احيانا معقد، تدخل فيه عوامل يعني مختلفه، يعني يعتمد مثلا على نوع العنصر المشع وكيف طريقه الاخراج في الجسم وهكذا. لكنه يعني يقدر تقديرا في حسب يعني كل عنصر وحسب الاورجنز او الاعضاء التي يعني يمتصها. على سبيل المثال الكربون 14 يعني العمر النصف الفيزيائي، طبعا هنا بالايام الوحدة العمر النصف الفيزيائي، هنا البيولوجي بالايام، فلا بد ايضا يكون الوحدات متجانسه. فنلاحظ الكربون ما تلعب ممكن يجلس حوالي تقريبا العمر النصف الفعال حوالي 40 يوم تقريبا، بينما مثل ايدان 131 عمره النصف الفيزيائي 8 ايام تقريبا، عمره النصف البيولوجي 120 يوم. العمر النصف لو طبقنا العلاقه اللي هو حاصل الضرب تقسيم حاصل الجمع يطلع بالسبعين. بس كرما لو سمحتوا اللي مشغل المايك بالخطأ بس يقفله عشان يكون الجميع يعني ما في تداخل أصوات. طيب عشبة الأمثلة هذه موجودة حلولها عندكم عشان بس الوقت طيب الآن عندنا وحدة مهمة جدا اللي هي وحدة النشاطية الإشعاعية اللي هي البكر. طبعا البكر معناها هو واحد يعني تحلل لكل ثانية، هو واحد one disintegration per second، فهي عبارة عن تحلل لكل ثانية. طبعا مفهوم البكر عشان نفهمه، لو أنا مثلا يعني أنتم مختلف التطبيقات لدى كل واحد منكم، لكن لنأخذ مثلا السيزيوم، لو قلت أنا تعامل مع عنصر مشع السيزيوم أو الكوبالت 60 والنشاطية إشعاعية بس جدلا كذا نبسطها 100 بكر، طبعا هي قليله جدا لكن بس للتبسيط. وش معنى 100 بكر؟ معناته انه يتحلل 100 تحلل لكل ثانيه، هذا معنى البكر 100 تحلل كذا. طبعا احنا نعرف ان الكوبالت 60 ينبعث من جاما، فمعناته عندي 100 جاما لكل ثانيه واحده. طبعا من يعني خصائص الاشعاع انها تعتبر تتصرف بشكل عشوائي، يعني يعتبر في الاحصاء نعتبرها نوع من العينات العشوائية، بمعنى لو عندي عينة أو عنصر مشع مثل كوبالت 60 قلت لكم قبل قليل 100 بكرل اللي هو 100 تحلل لكل ثانية، ممكن الثانية الأولى يعطيني 100 جاما، ممكن الثانية الثانية يعطيني صفر، الثانية الثالثة يعطيني 200، ما زال المتوسط 100 جاما في الثانية. هذا معنى اللي هو التصرف أو يعني العشوائية، وتصير عينة عشوائية العناصر المشعة تتبع الإحصائيات العشوائية، فهذا المقصود فيه. فالبكرل يعني ليس المقصود فيه كل ثانية بيعطيني نفس التحلل، لا، لكن على المدى البعيد وعلى المتوسط هو يعطي هذه النشاطية بالشكل هذا. طبعا البكرل يعتبر كمية قليلة، عشان كذا نتعامل يعني في الواقع مع مضاعفات البكرل اللي هو الكيلو بكرل 10^3 والميجا بكرل 10^6، وبعض التطبيقات اللي تحتاج نشاطية عالية جيجا بكرل 10^9، ونادرا ما نستخدم التيرا بكر اللي هو 10^12 بكر. فهذه هي عمليا متأكد أغلبكم يتعامل، عشان كده نعطي الأمثلة أكثر شيء بالميجا بكر لأن هذا هو أقرب للواقع، يعني أقرب للواقع إحنا نتعامل مع الميجا بكر. طبعا البكر اللي يعتبر هو SI unit يعني الوحدة الدولية، لكن هناك وحدات أخرى من أشهرها الكيوري. الكيوري يعتبر 3.7 × 10^10 بكر يساوي 37 جيجا بكر. طبعا وش أهمية يقول واحد يقول ليش أعرف العلاقة بين هذا وهذا، خلاص أنا بس أتعامل مع البكر. أحيانا الواحد يستورد مادة مشعة من دولة لا تتعامل بالبكر، فمكتوب عليها النشاطية بالكيوري، فلا بد أن تكون كمسؤول حماية من الأشعة قادر أنك تحول هذا الكيوري إلى بكر عشان تستطيع يعني تتعامل معها في التطبيقات الخاصة عندكم بالعمل. فلا بد احنا دائما نعرف العلاقة بين الكيوري والبكرل، حتى لو كانت البكرل هي الوحدة يعني الدولية. طبعا ايضا هناك وحدة ثانية اللي هي تسمى تحلل لكل دقيقة اللي هو disintegration per minute اللي حاط عليها المؤشر، فهذا مربوط بالكيوري، واحد كيوري تساوي 2.2 × 10^12 تحلل لكل دقيقة، لكن طبعا هذا استخدامه يعني نادر. لكن الكيوري عكس البكرل، البكرل يعتبر وحدة صغيرة، الكيوري يعتبر وحدة كبيرة، عشان كذا نتعامل مع أجزاء الكيوري، نتعامل مع المايكرو كيوري
10 أصناف الستة اللي حاط عليها المؤشر هذا، ونتعامل أيضا مع ميلي كيوري 10 أصناف ثلاثة. طبعا مش أهمية أيضا هذه المعلومات في الوحدات والكميات، دائما لابد الواحد يكون عارف يعني الفرق بين المايكرو والملي، فرق كبير جدا. ف يعني في يعني في في بناء مثلا تقدير المخاطر والى اخره، او يعني البوليسي او نظام الحمايه، لابد يكون هذه الاشياء ماخوذه في الاعتبار. فلا شك ان الملي اعلى بكثير من المايكرو، كاني اقول الفرق بين الميجا بكرل والكيلو بكرل. طبعا هنا عرفنا البكرل فما يحتاج نعيده. طيب هنا معلومه جدا مهمه، احنا نتعامل مع انظمه العد الاشعاعي او الكواشف الاشعاعيه. الكواشف الاشعاعيه جالسه تعطيني بعضها، يعني تعطيني عداد، يعني بنسميه احنا عداد زي جيجر مولر تيوب على سبيل المثال، يعطيني عد لكل ثانيه، عباره عن كاونت ريت اللي هو معدل عد. هل معدل العد هذا هل هو نشاطيه اشعاعيه؟ الجواب ببساطه لا. يعني معدل العد اللي يعطينيه الكاشف او يعني الجهاز الاشعاعي ليس هو النشاط الاشعاعي. السبب ببساطه انه لا يوجد كاشف فعاليته او كفاءته 100%، يعني مستحيل. هذا نظريا ممكن، لكن عمليا مستحيل ان في كاشف كفاءته 100%. طبعا ليش؟ خلنا ناخذ الرسمه دي ببساطه. لو عندي انا مثلا هنا عنصر مشع، وعندي هنا الكاشف حقي بشكل سلندريكال، فأول شيء العنصر المشع يعتبر ينبعث منه إشعاع أيزوتروبيك، أيزوتروبيك يعني في كل اتجاهات، فاللي يصل للكاشف كمية بسيطة، فمعدل العد اللي يعد الكاشف هذا كمية بسيطة مقارنة باللي جالس ينبعث من العنصر المشع. طيب ممكن يجي واحد يقول طيب لو حطينا يعني كواشف شعاعية حول المصدر الشعاعي، يعني معلش نغير اللون يكون واضح، لو حطينا كواشف شعاعية لو حطينا كواشف شعاعية حول المصدر يعني بشكل دائرة أو بشكل كرة، يعني ما في مجال، لو كل يعني بشكل كرة نسميها احنا يسمونها احيانا الجاما سفير، إذا حد سمع عنها تستخدم بعض التجارب. فالكاشف يصير هنا الكواشف كلها تصير، يعني أتمنى الفكرة وصلت بدون يعني رسم مو واضح مرة. فهنا الآن أصبحت الكواشف أو العدادات موجودة 360 درجة. طيب هنا كل الإشعاعات راح تسجل أو ستصل للكاشف. طيب هل هذا ما تسجلها الكواشف هذه هل هي النشاطية الإشعاعية؟ الإجابة أيضا لا. السبب أنه ليست كفاءتها زي ما قلنا 100%. في بعض الإشعاع، بحاول أرسم الإشعاع بلون مختلف، خلينا نقول مثلا الأخضر، بعض الإشعاعات تخترق الكاشف بدون يعني تفاعل، وبعض الإشعاعات يصير لها باك سكتر، ارتداد خلفي، فما تسجل. أيضا الكاشف عنده زمن ميت. كل هذه أسباب يعني مختلفة تجعل مستحيل أن معدل العد يساوي النشاطية الإشعاعية. فاللي يقيسه العداد، مثلا واحد جالس يسوي سيرفي ميتر، يعني شيء كذا فيه مثلا تلوث إشعاعي، جالس يشوف معدل العد. هذا معدل العد ليس النشاطية الإشعاعية. هذا اللي بس أكد عليه كمعلومة أنها تكون يعني واصلة لكم. طبعا عشان احول معدل احول النشاطيه الاشعاعيه ديسنتجريشن بير مينيت، احولها الى عفوا احول معدل العد الكاونت بير مينيت الى نشاطيه اشعاعيه، لابد اني اقسم المعدل العد على كفاءه الكاشف. فاذا كفاءه الكاشف، طبعا عمليا كفاءه الكواشف تتراوح يمكن من 5 إلى 10% تقريبا او حتى اقل بكثير، فنسبه كبيره من العد اصلا يعني لا يمثل نشاطيه اشعاعيه. لكن أهم معلومة عندنا أنه معدل العد الذي يقاس من الجهاز ليس هو النشاطية الإشعاعية. طيب ننتقل يعني إلى وحدات وكميات إشعاعية أخرى. خلصنا الكميات اللي هي خاصة بالنشاطية الإشعاعية وعمر النصفي،
نجي الآن إلى تعرض الشعاعي. تعرض الشعاعي طبعا أول يعني وحدة وصفت التعرض الشعاعي اللي هي الرونتجن، والرونتجن خاص يعني فقط بالتعرض الشعاعي بشرطين. الشرط الأول أنه خاص بالجاما ريز والإكس ريز، وأيضا خاص باللي هو كتلة من الهواء وليست يعني أي مادة نستطيع وصف التعرض الشعاعي لها بالرونتجن. فمن هنا يعني جاءت فلسفة أو وصف التعرض الشعاعي بوحدة الرونتجن. فالرونتجن عبارة عن اللي هو كمية الشعاع التي ممكن يعني أن تودع في كمية الهواء عن طريق الإكس ريز والجاما ريز لتسبب أو لتنتج شحنة بمقدار 2.58 × 10⁴ كلم بير كيلوغرام، يعني الكلم اللي هو وحدة الشحنات الكهربائية، والكيلوغرام اللي هو وحدة اللي هو الكتلة الهواء اللي موجودة أو تعرضت للإشعاع. أيضا هناك الرم اللي هو يعتبر ستاندز يعني فور رونتجين إكوفلنت فور مان، فهذا أيضا يعني يصف التعرض بالنسبة لأي مادة وليس فقط اللي هو عينة الهواء ومن الإكس ريز والجاما ريز. أيضا الجرعة الممتصة جاءت يعني اللي هي مقدار الطاقة التي يعني يودعها الشعاع في وحدة الكتلة بوحدة طبعا اللي هو الوحدة العالمية اللي هو الجري الساي يونت، وهي عبارة عن 1 جول لكل كيلوغرام. يعني معناته أن الإشعاع ينقل طاقة مقدارها 1 جول لكل كيلو جرام. الوحدة التي ليست الساي يونت اللي هي الراد هي نفس الجري بس تعتبر ليست هي الوحدة العالمية أو الوحدة الدولية، لكن الجري هو الوحدة الدولية. طبعا العلاقة بينهم 1 جريس أو 100 راد. ممكن أيضا تصنيف الوحدات الإشعاعية إلى 3 أنواع أساسية. الأولى إحنا نسميها الوحدات الفيزيائية، وهذه تكون تقاس مباشرة، يعني مباشرة عن طريق الأجهزة تقاس مثل التعرض الإشعاعي، مثل الكيرما، مثل الدوز الأبزورب دوز. وهناك وحدات احنا نسميها وحدات الحماية من الأشعة، هذه تعرف لهدف حدود التعرض، وهي لا تقاس مباشرة لكن تستخدم في حساباتها اللي هي الوحدات الفيزيائية. من أمثلتها الجرعة المكافئة والجرعة الفعالة. أيضا هناك وحدات خاصة في تطبيقات معينة، معظمها تقاس يعني في خاصة تطبيقات التصوير الطبي مثل الأشعة الأسنان أو الأشعة المقطعية. نجي على الوحدات الفيزيائية التي تقاس بالأجهزة مباشرة، راح نعرف الآن الكيرما راح تمر علينا بعد قليل. الوحدة الأولى الفلوينس على سبيل المثال، والإكسبوجر والكيرما والجرعة الممتصة، وراح نأخذ كل وحدة على حدة. نبدأ بالفلوينس اللي هو يعني أحيانا ترجمة قد يعني لا تحضرني بدقة، لكنها الفلوينس تأثير المقصود فيها نمبر إشعاع أو كمية الإشعاع على بالنسبة لوحدة المساحة. فهنا نأخذ اللي هو كمية الإشعاع تفاضل كمية الإشعاع على كروس سكشن من وحدة المساحة، إذا اعتبرنا أنها يعني الإشعاع تسقط على كرة فوحدتها لكل هو عدد لكل متر مربع وحدة الفلوينس. الإكسبوجر تكلمنا عنه قبل قليل، هو خاص بالشحنات على الكتلة، فهو الديفرينشيشن بين التشارجز توتال تشارجز وف أيون بير بروديوست عن طريق الامتصاص الإشعاع التي يعني تنتج منها اللي هي الشحنات تنتج في وحدة الكتلة. فإحنا قلنا 1 رونتجن يساوي 2.58 × 10⁴ كلم بير كيلو جرام، هذا بالنسبة لوحدة الرونتجن. الكيرما جت عشان لأن الرونتجن خاص بكتلة من الهواء خاص بجاما ريز وإكس ريز، جت الكيرما لتشمل جميع الـ الأنواع الأشعة الأخرى سواء الألفا والبيتا، وأيضا لتشمل جميع
المادة سواء هواء أو غير هواء. أيضا هي تأخذ في الاعتبار الكاينتيك انرجي، الانيشال كاينتيك انرجي لكل العناصر المشعة المشحونة التي تسبب يعني تأين للمادة كتلتها M. فطبعا وحدة الكيرما هي جول لكل كيلو جرام، هذا بالنسبة لوحدة الكيرما هي جول لكل جرام. فالكيرما أوسع مش يعني مفهوما من التعرض الإشعاعي، لكن ممكن إحنا العلاقة بين الإكسبوزر والكيرما اللي يعني يبغى يتوسع في هذا المجال عن طريق المعادلة هذه بأيضا تطبيق بعض أو فيها يعني افتراضات هذه المعادلة حتى نصل لها، وفيها أيضا بعض الثوابت لمعرفة العلاقة بين التعرض والكيرما. طبعا إحنا نأخذ هنا في الهواء حتى يعني نجيب العلاقة بين الإكسبوجر والكيرما. الأبزورب دوز الجرعة الممتصة تعتبر هي أساس الكميات الجرعات الإشعاعية، وهي عبارة عن متوسط الطاقة التي يعني تودع في الكتلة مقدارها كيلوغرام. فأنا عندي طاقة وحدتها جول وعندي كتلة وحدتها كيلوغرام، فوحدة الأبزورب دوز هي الجول لكل كيلوغرام. طبعا لو كنا نتكلم عن التطبيقات الطبية، ففي التطبيقات الطبية الكيرما والأبزورب دوز الكيرما والجرعة الممتصة متساويين بسبب أنه الطاقة منخفضة في التشخيص الإشعاعي، طاقة منخفضة، فما عندنا يعني secondary ionization اللي نسميه تأيين ثانوي. أيضا تكلمنا عن النوع الثاني اللي هو الوحدات الحماية من الأشعة. هذه الوحدات تستخدم لهدف اللي هو تطبيق حدود التعرض، من أشهرها اللي هو الجرعة المكافئة. الجرعة المكافئة طبعا الكتب تختلف في الرموز لها، المراجع يعني في كتب ترمز لها HT أو ترمز لها أحيانا ED، فالمهم مهم الرمز بقدر ما هو المهم المفهوم. كيف ليش احتاجنا هذه الكمية؟ ليش احتاجنا نعرف الكمية هذه؟ أنا بأخذ مثال يعني الآن لو عندي مثلا أشعة مثلا بيتا، عفوا، أو أشعة ألفا، هذه أشعة ألفا، وعندي أشعة إكسري لون ثاني، وعندي هذه أشعة إكسري تعرضت كتلة معينة سواء من الجسم أو من المادة لهذه الأشعة، هل التأثير حق الألفا على هذه المادة هو نفس التأثير إكس؟ الإجابة لا. عشان كده احتاجنا نعرف كمية تعكس لنا أثر نوع الإشعاع، ومن هنا جاء تعريف اللي هو المعامل الوزني أو المعامل النوعي لنوع الراديشن، لنوع الإشعاع اللي هو WR. فهذا المعامل النوعي مهم جدا اللي هو WR، هنا بالأحمر بس نلون عليه. WR هو يعكس لي الخطورة المختلفة من نوع الإشعاع. طبعا الجرعة المكافئة عبارة عن المعامل النوعي ضرب الجرعة الممتصة، فحاصل ضربهم يعطينا وحدة جديدة اسمها السيبرت اللي هي الوحدة العالمية أو الدولية. في وحدة قديمة اللي تسمى الرم، وواحد سيبرت تساوي 100 رم، فأيضا بعض الكتب والمراجع ما زالت تستخدم الرم، فجيد أنه يكون عندنا لازم إحنا نعرف كيف نحول من السيبرت إلى الرم. هنا الـ WR ثابت لكل نوع من الإشعاع في جداول محددة، يعني أوسط فيها اللي هي الـ ICRB زي ما راح نشوف بعد قليل. لكن هنا الرم إذا استخدمت وحدة الراد يطلع لي الجواب بالرم، إذا استخدمت الجراي يطلع لي الجواب بالسيبرت. هذه مهمة جدا في المسائل إن نعرف أيضا تجانس الوحدات. هذا الجدول اللي ذكرته لكم، هذه ثوابت تعطى في المسائل وتعطى في حالة يعني حسابات معينة. نلاحظ أنه في الجاما ريز والإكس ريز والإلكترونات اللي هي المقصود فيها البيتا
عبارة عن واحد. هنا النيترونات حسب طاقتها تختلف. نلاحظ هنا الألفا خطيرة جدا، المعامل الوزني لها 20، عشان كذا دائما نحذر من الألفا خاصة إذا دخلت جسم الإنسان. العناصر المشعة ذات انبعاثات ألفا إذا دخلت جسم الإنسان خطورتها بلا شك أكبر بكثير، قدرتها العالية على التعيين. طيب خلصنا من الجرعة المكافئة. طيب أنا الآن عندي، نأخذ الآن مثال عشان نفهم ليش احتاجنا هذه الكمية. أنا أفرض أن عندي الإنسان فالإنسان عنده مختلف أجزاء من الجسم، لو تعرض هنا لنفس نوع الإشعاع لكن أجزاء مختلفة من الجسم، يعني مثل العين ومثلا اللنج الصدر أو الرئة، نفس الإشعاع إكس ريز مثلا أو جاما ريز، ما غيرت إشعاع في الجرعة المكافئة، غيرت نوع الإشعاع، الجرعة المكافئة تعكس لي خطورة نوع الإشعاع. هنا احتاجنا نعرف كمية إشعاعية أو كمية جرعة إشعاعية تعكس لي اللي هو حساسية أعضاء الجسم للإشعاع، فحساسية العين غير حساسية الرئة غير حساسية العظم وهكذا. فاحتجنا إلى معامل وزني أو معامل نوعي يصف لي حساسية العضو الجسم اللي هو WT، نضربه في الجرعة المكافئة اللي عرفناها قبل قليل. إذا ما تبغى تضربها في الجرعة المكافئة تحتاج تضربها في WR ضرب الجرعة الممتصة. المهم نفهم ليش احتجنا هذه الجرعة، لأنها تعكس لي حساسية أعضاء الجسم عن طريق الـ WT، المعامل النوعي أو الوزني للأعضاء المختلفة، فهو يعكس لي الحساسية الإشعاعية لهذه الأعضاء. طبعاً الوحدة نفس وحدة الجرعة المكافئة السيفرت إذا استخدمنا الجري كجرعة ممتصة، وإذا استخدمنا الجرعة المكافئة أو الجرعة الممتصة كرم أو كراد فبتطلع الوحدة رم. هذا هنا التوصيات الـ ICRB، طبعا حدثت هذا التحديث الأخير، صار لها مراجعة قبل سنوات عديدة في الـ ICRB report اللي هو 103 آخر report كان فيه قديما. طبعا المراجعة بنيت على أبحاث وعلى حسابات يعني تاريخية، فنلاحظ أنه يعني الخلايا أو الأعضاء التناسلية تكون حساسيتها أعلى للإشعاع 0.2، وبينما مثلا على سبيل المثال يعني مثلا على سبيل المثال ايضا اللنج عنده حساسيه يعني متوسطه، وفي بعضها تكون حساسيتها اقل زي البون اللي هو اللي هو سطح العظم. طبعا المجموع يكون واحد لكل جسم الانسان، فلو جاء مساله في مسائل حساب الجرعه الفعاله وقال لك تعرض جسم كامل، فهنا نعتبر WT واحد لأن كل الجسم تعرض، لكن إذا خصص أعضاء معينة لابد نرجع لكم قيمة WT. إذا كانت الرئة فالWT هنا 0.12 وهكذا. هذا يعني لخص هذا الشريحة تلخص لي بداية من المادة المشعة البكر، يلخص لي الوحدات لحد ما صار تعرض في الهواء وصار عندنا اللي هو الرونتجين أو عينة أو كتلة من المادة اللي هو الكيرما، ثم بعد ذلك صار عندنا الجرعة الممتصة، ثم بعد ذلك الجرعة المكافئة اللي تأخذ في الاعتبار راديشن ويتنج فاكتور وهكذا. أيضا من الأشياء الكميات الإشعاعية يجب أن دائما نأخذها في الاعتبار خاصة في حسابات اللي هو يمكن هذه تأخذونها بالتفصيل مع أحد الزملاء في محاضرة اللي هو التأثيرات البيولوجية للإشعاع، راح تأخذون هذه الأشياء بالتفصيل، بس إحنا نمر عليها بشكل بسيط ككميات ووحدات إشعاعية اللي هو الانتقال الخطي للطاقة اللي هو إنرجي ترانسفير اللي هو الـ ET، أو اللي هو التأثير النسبي البيولوجي الفعال اللي هو الـ RBE. هذه من الأشياء اللي مهمة جدا في محاولة فهم
الآثار البيولوجية وتقدير الخطر البيولوجي للإشعاع. وهذه الحقيقة المفاهيم هذه الاثنين يعني تعتبر متقدمة، ليس بالضرورة أنه يعني يكون، لكن جيد الاطلاع عليها. هنا الـ ICRB تركز فيها كثير في حسابات اللي هو مراجعة الـ Radiation Weighting Factors. طبعاً تعريف الـ ET اللي هو الانتقال الخطي للطاقة عبارة عن متوسط الطاقة المودعة عن طريق الأشعة المعينة التي يعني تمر في المادة بالنسبة لوحدة الطول، بالنسبة لوحدة الطول. ويعتمد طبعاً الليتي أكيد على نوع الراديشن وعلى أيضاً كثافة المادة التي يمر فيها. وعادةً يعني يتراوح في حالة إذا كانت الطاقة بالكيلو إلكتر فولت نتكلم عنها تقريباً يعني لكل مايكرومتر تقريباً 10^6. بالنسبة للريليتيف بيولوجيكال افكتيفنس طبعا هذا يعني فائدته باختصار جدا انه يقارن بين يعني نتائج الدراسات التي يعني تشاهد من اثار الاشعة، فيصبح عندنا كريفرنس يعني راديشن ونقدر نعرفها من الراديشن اللي تحت القراءة وتحت التجربة. فعلى سبيل المثال ممكن 200 ملي جراي من اكس رايز نفس الأثر حق 20 ملي جرام من النيترونات عند طاقة يعني محددة. فهنا نقدر نعرف أن يعني الـ REB عبارة عن 200 على 20 يطلع لنا 10%. زي ما قلت هذه طبعا الـ ICRB تركز فيها كثير، وهنا ذكرت يعني أنها مهمة في جداول حتى الـ ICRB. ايضا من الاشياء اللي يعني في الكميات الشائعيه واللي هو العلاقه بين معدل الجرعه والمسافه، وهذا جدا مهم في الحمايه. طبعا احنا نعرف ان البرنسبل اوف الاساسيات الحمايه اللي هو اول شيء التبرير جاستيفيكيشنز، وبعدين الاوبتمايزيشن اللي هو الامثله في تطبيق التقنيه، وآخر شيء له تطبيق الحدود التعرف. في حالة الأساس الثاني اللي هو الأساس الثاني اللي هو الأمثلة، طبعاً إحنا نطبق اللي هو المسافة والزمن والدروع. طبعاً العلاقة بين المسافة ونسبة والجرعة الإشعاعية علاقة اللي هو قانون التربيع العكسي. البعض يعني لما نقول له مثلاً أوصف العلاقة بين التعرض الإشعاعي أو معدل الجرعة والمسافة، يقول العلاقة عكسية. لا، كلمة عكسية فقط مي بصحيحة، لابد نقول قانون التربيع العكسي، قانون التربيع العكسي، لأن عكسية يعني ما تعطيني بالضبط الوصف الدقيق ولا تعطيني كمية النقص اللي تصير في حالة زيادة المسافة، لكن قانون التربيع العكسي يعكس لي بالضبط يعني دقة أثر المسافة في تقليل معدل التعرض. فإذا كان المسافة معدل الجرعة الإشعاعية D1 عند مسافة معينة اللي هو R1 تربيع يساوي معدل الجرعة التعرض 2 عند مسافة 2 تربيع. طبعا هنا ما في وحدات، أهم شيء أنها تكون متجانسة. إذا كانت المسافة بالمتر هنا لابد يكون بالمتر في اليمين، وإذا كانت الجرعة بالسيفرت في اليسار لابد تكون الجواب بيكون بالسيفرت في اليمين، وهكذا. فهذه من المعادلات المهمة في حساب اللي هو العلاقة بين المسافة ومعدل الجرعة. أيضا من الأشياء المهمة اللي راح تمر عليكم في محاضرة الدروع ككمية إشعاعية وكمية فيزيائية للدروع اللي هو معامل التوهين الخطي linear attenuation coefficient mu، وهذا يعكس لي قدرة المادة على توهين الإشعاع وعلى امتصاصه وتقليل يعني شدته. وحدته تكون لكل يعني لكل وحدة طول سواء سنتيمتر أو مليمتر، حسب طبعا حسب سمك المادة المستخدمة
وطبعا هو يعني يتأثر أو يعتمد بشكل كبير على العدد الذري للمادة بشكل يعني كبير جدا. فكل ما كان العدد الذري كبير كل ما كان الميو أفضل كاستخدامه في الدروع يعني. طبعا هذه العلاقة تتبع اللي هو علاقة لامبر، نفس علاقة يعني أسية، فكل ما زاد السمك كل ما زاد السمك كل ما قل الإشعاع. هنا نقدر نعرف نفس فكرة العمر النصفي، نفس العمر النصفي نقدر نعرف حاجة تسمى السمك النصفي، وهذا زي ما قلت راح تأخذونه بالتفصيل في محاضرة الدروع، لكن الأساس يعني أساس الدروع مبني على المعادلة هذه في معرفة يعني سواء اللي هو العشري أو النصفي، اللي هو يقلل النصفي يقلل نسبة الإشعاع 50% أو يمتص الإشعاع بنسبة 50%، والعشري هو يعني يمتص الإشعاع بنسبة إلى 90%. طبعا هذا مثال، لو كان مثلا أبغى أعرف كم مقاس سمك الرصاص المطلوب لأقل شدة الإشعاع بنصف إذا كان اللينير اللي هو المعامل التوهين الخطي 23 لكل سنتيمتر، فعندي الآي على آي نوت هو نصف جاهز، صوت يقطع عند أحد الحضور، إذا كان عندكم فهو مني. أوكي، فهنا الآي على آي نوت أقسم الآي على آي نوت ضرب الأس هذا، فالآي على آي نوت معطاه هنا أصبحت نصف 1/2، والميو جاهزة، فطبق اللن للتخلص من الإي إكسبونشنال، وبعدها تطلع لي بالآلة الحاسبة أن السمك تقريبا 0.3 مليمتر أو 0.03 سنتيمتر. فنحتاج فقط يعني، وهذه شوفوا قدرة الرصاص، سمك بسيط من الرصاص قلل لي شدة الإشعاع 50%، وهذه يعني يعكس قدرة الرصاص على الامتصاص. طيب في ختام هالمحاضرة نحاول نراجع أهم الوحدات اللي مرت علينا. أول شيء إحنا تكلمنا عن حاجتين اللي هي أساسية، كانت كميات خاصة بالجرعات الإشعاعية اللي على اليمين هذه، كميات خاصة بالنشاطية الإشعاعية. طبعا تكلمنا عن disintegration per minute، وقلنا هي نادرا ما تستخدم، وقلنا الكيوري اللي هي أيضا من الوحدات القديمة لكنها مستخدمة بكثرة، وأيضا البكرل اللي هو وحدة النظام الدولي، وذكرنا أنه الكاونت بير مينت اللي هو معدل العد ليس وحدة للنشاطية الإشعاعية، ليس وحدة للنشاطية الإشعاعية، ما يقيسه العداد ليس وحدة نشاطية إشعاعية، إنما فقط هو معدل عد، ويخضع لاعتبارات كفاءة الكاشف، واللي هو أيضا الزاوية المجسمة السوليد أنجل لمعرفة حساب النشاطية الإشعاعية. بالنسبة لأهم الكميات الوحدات اللي مرت علينا في الجرعات الإشعاعية اللي الرونتجن، هذه وحدة التعرض، وقلنا خاص يعني بشرطين، خاص بعينة من الهواء، وأيضا خاص بجاما ريز وإكس ريز. أيضا عرفنا اللي هو الراد والجري كوحدات للجرعة الممتصة، والرم والسيفرت كوحدات للجرعة المكافئة والجرعة الفعالة. طبعا اللي مكتوب عليها الإساي هي الوحدة النظام الدولي، وهي تصير هي الوحدة الأساسية وهي الوحدة الشهيرة، لكن ذكرنا أيضا في أثناء المحاضرة ضروري جدا أن يعني مسؤولي الحماية يكون عنده قدرة على التحويل من وحدة إلى وحدة لأسباب مختلفة. أول شيء قد يعني تعامل بعض الأرقام المرجعية في العمل بأرقام يعني بوحدات مختلفة، وأيضا قد يستورد مواد تتعامل فيها بعض الدول بوحدات مختلفة، فلا بد يكون قادر على تحويل من وحدة إلى وحدة. هذا جدول أيضا يلخص القيم، يعني على سبيل المثال واحد كيوري كم يساوي بكرل، يساوي 3.7، واحد كيوري يساوي 3.7 في 10^10 بكرل. البكرل هو نفسه disintegration per second، هذا اللي بالأحمر هو نفس البكرل، ما تفرق، نفس الشيء، سواء قلنا disintegration per second أو قلنا بكرل هو نفس الشيء.
وذكرنا أن الجراي هو عبارة عن 1 جول لكل كيلوغرام، ذكرنا أن 1 راد يساوي 1/100 جراي. أحياناً أفضل العكس، أقول الجراي 100 راد أسهل لي، الجراي يعتبر وحدة أكبر. وآخر شيء اللي هو أيضاً السيفرت والرم، 1 سيفرت يساوي 100 رم. طيب كذا تكون نهاية المحاضرة الأولى، أتمنى إن شاء الله نكون يعني استفدت منها. إذا في استفسار ممكن يعني سواء مجال مفتوح ممكن 5 دقائق نأخذ استفسارات أو 10، إذا حبيتوا أيضا نأخذ بريك قصير عشان تخلصون بدري، يبدو المحاضرة هي آخر محاضرة، ممكن يعني نتوقف بس 5 دقائق ونبدأ المحاضرة الأخيرة بعدها، الرأي لكم، أو نبدأ يعني إن شاء الله الساعة 8:30 كما تفضلون يعني.